حبيبي يا مساء الورد. طيب جالي سؤالين، خلوني كده أرد عليهم كده بسرعة. السؤال الأولاني جالي من الأستاذة إسراء سيد على الفيسبوك، وأنا آسف لو يعني برد متأخر على السؤال. هي بتقول لي: كنت حابة أسأل حضرتك سؤال. أنا في تالتة آداب، وشفت فيديو لحضرتك بتنصح إن إحنا نبدأ من وإحنا في الكلية. حاليا باخد كورس إنجليزي عشان أمارس اللغة، فكنت عايزاك تفيدني إيه اللي أقدر أعمله أو الكورسات اللي أقدر أخدها، لأن أنا كمان لسه عارفة بريتشي والكورسات من فترة قريبة وتايهة، فالمفروض أعمل إيه؟ والشهادات زي السلتا والتفل وكتير غيرهم، إيه ترتيبهم من الحاجات اللي المفروض أخدهم؟ وإيه الكورسات اللي أبدأ بيها؟ ماشي؟ طيب ده السؤال الأولاني. السؤال التاني، والسؤال التاني ده من الأستاذ مصطفى سلمان. مصطفى بيقول: كنت محتاج نصيحة حضرتك، إيه الحاجات الشهادات اللي أنا محتاج أخدها أو على الأقل أعمل حسابي عليها من دلوقتي، وعايز أخلص وأشتغل في مدرسة دولية في مصر أو أسافر وأشتغل في دولة عربية أو ما شابه، أنا في تربية إنجليزي في سنة ثالثة. طيب خلينا أقول الأول. أولا ممتاز جدا إن الناس بتفكر في البروفيشنال ديفلوبمنت بتاعها وهي لسه في الجامعة، سواء مصطفى أو سواء إسراء، دي حاجة في حد ذاتها محترمة. ماشي؟ طيب لأن أنت إيه، رب بتبدأ بدري، ربنا بيكرمك وتنجح إن شاء الله بدري. بتبدأ متأخر تاخد وقت، يعني ما تبدأش متأخر، ما تعملش زي أنا عرفت البروفيشنال ديفلوبمنت متأخر، يعني فضلت مثلا بعد ما اتخرجت 9 سنين شغال كده بلطش كده بإيديا ورجليا كده مش عارف رايح فين، بعد كده بدأت بقى ربنا كرمني وبدأت كده إيه أفهم لا إن الدنيا فيها حاجات كتير تانية، وإن الواحد لازم يبدأ يشتغل على نفسه عشان يتعلم. خلاص ده مقدمة سريعة يعني. طيب نبدأ بإيه؟ أنت عند حضرتك وعندك يا إسراء 3 مستويات في تدريس الإنجليزي أساسيين. خلاص، في المستوى الخامس ده المستوى اللي لازم حضراتكم تتعلموا فيه تشرحوا ازاي. حد يقول يعني ايه نتعلم فيه نشرح ازاي؟ يعني تتعلم تمسك كورس بوك كده، تاخد الصفحة بتاعت الكورس بوك دي وتخش الكلاس، تقدر تعمل كلاس لغة انجليزية محترم حاجة كده 10/10. طب ده بتتعلمه فين؟ ده بتتعلمه في ليفل 5. طب ليفل 5 ده شهاداته ايه؟ اشهر شهادتين فيه سير تيسول ترينيتي والسيلتا كامبريدج اسسمنت انجلش. خلاص دول اشهر شهادتين فيه واغلى شهادتين. طيب في شهادات تانية تيفل او تيسول بتبقى معتمدة، ودي لازم تشيك على المكان يكون مكان محترم اللي انت بتاخد منه الايه الشهادات دي. كل الكورسات دي بتعلمك ازاي تعمل براكتس محترم. ماشي؟ يبقى ده اللي حضرتك تبدأ بيه، واحد من دول. خلاص؟ طيب خلصت دول تنقل على ليفل 6 بقى. ايه ليفل 6 ده؟ السيرت بي تي، اللي هي معناها ايه سيرت بي تي دي؟ سيرتيفيكت فور براكتسنج تيتشرز. ايه الهيئة اللي بتقدم الشهادة دي؟ ترينيتي كوليدج لندن. ده ليفل 6. الفرق بين ليفل 5 وليفل 6 ايه؟ في ليفل 5 بعلمك تشرح ازاي، بديك الماتيريال اقول لك اشرحها. ليفل 6 لا، انا عايزك تبقى فاهم الماتيريال دي اتعملت ازاي وتعرف تعمل زيها، تعرف تعمل ايفالويشن وتعرف تعمل ادابتيشن وتعرف تعمل ديزاين وتعرف تعمل كمان امبلمنتيشن للماتيريال اللي انت عملت لها ديزاين وترفلكت كمان على الامبلمنتيشن ده. طب وليفل 7؟ ليفل 7 بقى يجيب لك ليفل 5 مع ليفل 6 ويضيف عليهم. ازاي يعني؟ يعني في ليفل 7 ريسيرش، وبعد الريسيرش ديزايننج، وبعد الديزايننج براكتس. ولذلك في ليفل 7 محدش بيعلمك تعمل تيتشنج براكتس ازاي. في ليفل 7 محدش بيعلمك تعمل ديزايننج ازاي، انت بتخش على طول انت بتجيله في ليفل 7 ومعتبر ان انت فاهم الكلام ده. فهو مش هيقعد بقى يقول لك بقى والله ده انت في التيتشنج براكتس لازم تعمل ليدنج وفي عندك فريم وركس لازم تمشي على 1 2 3، لا خلاص بح الكلام ده مع السلامه. احنا بنتكلم في جديد.
محدش هيعلمك ماتيريال ديزايننج في ليفل 7. هو هيعتبرك بتعرف تديزاين ماتيريال. خش اتفضل انت ليفل 7 دلوقتي. ولذلك بنقول نمشي بالترتيب ليفل 5 ليفل 6 وبعدين ليفل 7 عشان ربنا يكرمنا. طيب ايه الشهادات اللي ممكن اعملها في ليفل 7؟ عندي تاني اشهر شهادتين الديب تيسول ترينيتي كوليدج لندن اللي هي دبلومه ان تيسول، والدلتا اللي هي دبلومه ان انجلش لانجويج تيتشنج فور ادلتس كامبريدج اسسمنت انجلش. وعندي الام اي الماجستير ام اي ان ابلايد لينجويستكس اور تيسول. بس اللي هيعمل ام اي ان ابلايد لينجويستكس انصحه يعمله مع جامعه بريطانيه، انصحه يعمله مع جامعه بريطانيه. الدنيا غاليه بس قيمته والفاليو بتاعته فيه، يعني كنت هتدفع فيه مبلغ ولكن ان شاء الله ربنا هيعوضك وهتحس ان انت اتعلمت حاجه قدرت تعمل بيها حاجه ان شاء الله. خلاص دي الخريطه الكبيره. كل ما انت طلعت خطوات في السلم ده كل بال opportunities زادت، سواء في مدارس بقى دوليه في مصر بره مصر جامعات غيره، كل ما الفرص زادت. طبعا لو انت لغتك 10 على 10، يعني لو لغتك تمام واتظبطت الليفلز بتاعه التيتشنج ده ما شاء الله انت عديت. لان هو اي مؤسسه عايزه ايه؟ عايزه مدرس انجليزي ايه لغته ممتازه وبيعرف يشرح. خلاص مفيش مدرس لغته ممتازه وسيرتيفايد من اعلى الهيئات واسمه ما يلاقيش وظيفه، مستحيل. ما اعرفهمش دول، مش فهمش. لو اجتمعوا الاثنين دول في مدرس انجليزي مستحيل يبقى عاطل بفضل الله، يشتغل في احسن اماكن وياخد افضل رواتب. وصلت الفكره؟ فبالتوفيق يا مصطفى وبالتوفيق يا اسراء. يا رب اكون كده ايه رديت على السؤال بتاع حضراتكم. مع السلامه.